سيف ما هو بي سيف، سيف جبار، سيف عظيم جدا، غطى على السيوف الهندية وغطى على السيوف اليمنية اللي الآن ما يدرون مش مصنوع منه، اختلفوا فيه، بعضهم يقول من المادة كذا وبعضهم يقول من المادة كذا. الروس يقول حنا اكتشفنا انه مصنوع من الجوهر. استخدم صلاح الدين الأيوبي في الحروب ضد فرسان الهيكل والصليبيين وكان يتفخر به. صلاح الدين الأيوبي يوم يدخل المعركة يقول السيف العربي حر لا يهان. قال ريتشارد قلب الأسد سماه السيف الآلي اللي هو السيف الدمشقي. وأن الصليبيين كانوا يبكون خوفا إن رأوا عربيا يحمل السيف الدمشقي.